السائل عين عين ميم يقول: ما معنى الصبر المطلوب من المسلم عند نزول المصيبة به؟ ويقول: أعلم أن للابتلاء فوائد، أرجو أن توضحوا لي مثالا على ذلك، جزاكم الله خيرا. معنى الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أمور الجاهلية، وأن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره ويسلم ويحتسب الأجر والثواب. هذا هو معنى الصبر على المصائب. نعم، جزاكم الله خيرا.